السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدير الاخوان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم بخير. شوفي بحال شي طابلو بحال شي لوحة، شو لا ديكور كيدير اللون الزرق ديال السماء والسحب. تقبل الله وصيامكم الاخوان. اليوم 26 رمضان، والله ما عرفت شحال ما عقلت شحال اليوم في الشهر. فيديو جديد الاخوان. اليوم البارح ما درتش فيديو، نظرا اللي كانت عندي شي ظروف وما قدرتش نصور فيديو البارح. اليوم الاخوان غادي نهضر، هذاك النهار كنت كنشد، دابا انتم عارفين دابا كتكون تشد مثلا مواقع التواصل الاجتماعي مثلا اليوتيوب مثلا، تبقاو خرجوا لك فيديوهات. انا ما كيعجبوني هذا الشيء ديال الاشرطه الوثائقيه، هذا الشيء كيخرجوا لي دائما. هو امن كتدخل الفيديو فيه اشرطه وثائقيه كيولوا يخرجوا لك، تيخرجوا لك فيديو ديال اشرطه وثائقيه. كانوا كيهضروا على المعاناه ديال المسلمين في ايطاليا. معناها كما كتعرفوا الحزب العنصري هو اللي كيحكم في ايطاليا، وبزاف ديال البلديات بزاف ديال المدن اللي نجحوا في الانتخابات هما عنصريين. الحزب العنصري ما عقلتش والله ما عقلتش شنو سميتو الحزب الايطالي. شفت في برنامج وثائقي في فرانس 24، فرانس 24 كما نعاود نقولها مره اخرى الاخوان، هذه الهضره ماشي ديالي انا، ماشي انا ما عايش في الطاليان، ما نقدرش نقول شي حاجه اللي انا ما عارفهاش، ولكن شفتو فرانس 24. يعني هما اللي مشاو داروا هذا البرنامج الوثائقي، داروا تما كي تهضروا على المشاكل والمعاناة ديال المسلمين في ايطاليا. قال لك ما عرف كاين بقينا مليون مسلم في ايطاليا ولا شحال، اسيويين وعرب ومن جميع الدول. قال لك اسيدي كيسدوا لهم المساجد، مشاو لواحد المدينه ما عقلتش عليها بالضبط شنو سميتها ايطاليا، سدوا لهم المسجد. كان واحد المحل كراج كبير كارين وتما في كانوا كيصليو، جاو السلطات قال لهم صافي نتوما تسدوا سميتو تسدوا هذا المسجد. علاش؟ ما تحترمش سميتو طرق السلامه ولا الوقايه ولا داك الشيء. هي صافي طرقوا عليهم قالوا الله يعاونكم، ما كاينش هنا ما كاينش مساجد، ما حنا ما باغينش مسجد هنا. ف رجعوا الاخوان في فرانس 24 وتشوفوا البرنامج في اليوتيوب. اليوتيوب طبيعة الحال راه كاين كلشي، كلشي من حسن الحظ ان اليوتيوب كلشي كيبقى مسجل. مع هذا انا مسحت الفيديو، وكاين اللي واخا تمسح الفيديو راه كاين اللي كيرجعوا يشوفوا. قال لهم صافي حنا ما باغينش مسجد تو سامبلومون، بكل بساطه قال لهم ما باغينش حنا مسجد في المدينه، ما يكونش مسجد. وسدوا لهم المسجد وبدريعه انه ما كيحترمش الوقايه والسلامه. والمشكل اللي كاين الله كاين خمسه المساجد. واحد القضيه اللي انا صدمتني فاجاتني بزاف، كان يلاه خمسه مساجد في ايطاليا. تخيلوا مليون ديال المسلمين ويلاه خمسه مساجد كاين. علاش؟ نفس المشكل اللي كاين في ايطاليا كاين حتى هنا في اسبانيا. كيما انا فايت وي حيت دازو عليا البوليس، دازو حدايا. كيما قلت لكم كاين المشاكل اللي كاين هنا في ايطاليا في اسبانيا كاين حتى في ايطاليا، وهو انه صعوبة البوليس مرة أخرى دايزن، صعوبة إيجاد، سمحوا لي الإخوان وهذه كنحمقكم، كيدوزوا البوليس، صعوبة إيجاد مكان بقعة لبناء مسجد، ما تيلقاوش، إما ما كيلقاوش، وإلا سكان ديال الأحياء ما كيوافقوهمش، ما كيبغيوش، سكان الأحياء كما قلت في واحد الفيديو هنايا عندهم دور كبير تسيير الشأن المحلي ديال المدينة. ولا ديال القريه عندهم دور كبير بزاف كيدخلوا، وممكن يلغيو مشروع الا كان مثلا ماشي في صالح السكان كيتلغى، كيمشيو للقضاء وتيتلغى ذاك المشروع. البيئه ولا مثلا الاثارات ولا المهم داكشي كاع اللي في الصالح العام، ولا حديقه، ولا حديقه مثلا بغاو يديروا فيها شي حاجه كيدخلوا هنا مثلا. عطيك مثلا في هذه المدينه انا اللي كاينه هنايا واحد البقعة كانوا باغيين يديروا فيها كلينيك ويديروا فيها باركينغ. ايه هما ينوضوا لهم ناضوا السكان، بداو كيديروا حملة كيوقعوا، والسكان كاع تما وقعوا ضد داك المشروع، والمشروع ما دارش. اش داروا فيه؟ داروه جردة، داروه جردة. شي نهار اي هما جايين تاني، شي نهار الاخوان غادي نمشي لتما ديك الجردة وغادي نصور لكم ونشرح لكم كيفاش السكان ديال الاحياء القوة اللي عندهم، قوة ديال اتخاذ القرار وتغيير القوانين.
وتغيير حوايج قرارات ديالها واحد الاخرين ثاني جاي البوليس وحدي هذه الرابعه هذه الطوموبيل الرابعه ديال البوليس راه اخوان البوليس كاين بزاف هنا كاين بزاف المدينه فيها 140,000 نسمه وما نقدرش نوصف لكم البوليس اللي كاين حتى الانواع كاين الشرطه الوطنيه الشرطه الاسبانيه الوطنيه وكاين الشرطه الكاتالانيه وكاين عاد الشرطه المختصه في تنظيم السير وفي تنظيم اللي كتعطي البروسيات واللي كتلقى واحد شي اكسيدون كيعيطوا راه حتى الانواع ديال الشرطه كاين هنا فين ما درتي كتلقى البوليس انه حيت كاين الامن بزاف كما قلت لكم الاخوان هذا هو المشكل اللي كاين في الطاليان كاينين الا خمسه مساجد والباقي كاين محلات ما تقدرش ما تسميهاش مساجد حيت هي ماشي مساجد هي يلا محلات كراجات باش نهضروا بكل باش نفسروا مزيان باش الاخوان يفهموا شنو كنقصد كراجات كبار كتكون فيهم 150 متر ولا 200 متر ولا 100 متر ولا 90 متر كيكريوهم كيفرشوهم بالزرابي وداك الشيء كانه راه مسجد هو راه كراج وهذا الشيء اللي كيوقع دابا هذا الشيء هذا هو المشكل اللي عندهم كيجيو عندهم تيقول لهم لا انتم ما عندكمش هذا التصريح ما عندكمش المحل اللي انتم كتصليو فيه ما كيحترمش قوانين السلامه اللي عندنا في اوما واحده اخرى ما ادري ميا انكرويابل الطوموبيل الخامسه ما عرفتش واش كاين شي حاجه ولا ما عرفت كيقول لهم بدريعات انه المحل ما كيحترمش قوانين السلامه صافي كيحيدوا لهم كيسدوا عليهم والناس كيبقاو يصليو في ديورهم هذا المشكل كاين بزاف وهما تيركزوا على هذه القضيه ديال ان ملي ربح اليمين المتطرف في الانتخابات ملي شدوا الحكم في الطاليان ولاو تضييقات كبيره على الناس على المصلين جاي الامبيلونس شوشك هو نورمال شوش كيخويو شو الناس اش كيخويو الاخوان شي كيخويو لا هنايا ملي كتكون جايه لومبيلونس قانونيا خصك انت تخوي من المفروض عليك انك تخوي باش لومبيلونس دوز حيت دوز غادا اما غادا غادا الواحد حيت ايرجونس غادا بشي واحد ولا شي وحده غادا بين السبيطار غادا بين ايرجونس هنا ملي كتكون جايه كتكون غادا بشي واحد شي مريض كتكون ديما بهاد السرعه هادي وكتقادو كتغوت خوي 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 راكم لاحظتوا كيفاش الناس الطوموبيلات خواو لا باش تدوز حيت داك السيد ولا ديك السيده اللي غادي راه ربما في حاله الوضعيه ديالو كتطلب انه يمشي في اسرع وقت ممكن يديوه للانعاش ليرجونس باش ينقذوه مالكم الاخوان هذا هو المشكل اللي كاين عند الجاليه الاسلاميه والاخوان اللي في الطاليان اللي شافوا هذا الفيديو خليو لنا تعليق وعطيونا معلومات على كيفاش شنو الظروف ديالهم وهذا الشيء هما كاينين مساجد ولكن كاين محلات كارينهم البلديات اللي ما كيكونوش فيهم العنصرين طبعا الحركه تكون ما كيكون لا تضييقات لا والو بحال انا في هذه المدينه اللي ساكن هنا ما كاين حتى واخا ماشي مسجد المهم كاين محل للصلاة ماشي مسجد كاين محل للصلاة كاين مسجد راه كاين المقومات ديالو كتكون كبير كتكون الصومعة ديالو تيكون إما باش تكريها كراج راه ماشي مسجد صراحة دابا الظروف باش تأدي الفرائض ديالك كتشابه بحال طاليان بحال اسبانيا بحال الدول تتشابه القوانين تتشابه هو كاين بزاف ديال القوانين هنا كتكون متشابهه حيت راه الاتحاد الاوروبي راه بحال لي دوله راه 27 دوله كاين شي قوانين كتكون متشابهه هو هذا الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم شكرا لكم نتمنى انكم تستافدوا من كانت فكره باش الواحد يعرف شكرا لكم تهلاو في راسكم الله يعاونكم